الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فنستأنف بتوفيق الله وتيسيره وعونه هذه الحصة المباركة في موضوع علم أصول الفقه من خلال نظم الشيخ الإمام سيدي عبد الله العلوي رحمة الله عليه الموسوم بالمراقي. وقبل أن نستأنف حصتنا، نذكر بتلك المباحث التي سبقت لنا في هذا الباب الذي هو باب الأمر، وهي مباحث ستة. المبحث الأول ما هو؟ تعريف الأمر النفسي واللفظي. نعم، تعريف كل من الأمر النفسي واللفظي. ما هو السبب الذي جعل التعريف يكون بهذين الصيغتين؟ ما الذي ما السبب في ذلك؟ نعم، نعم، المتكلمين قسموا كلام الله تعالى وصفاته بصورة مجملة إلى قسمين. هناك الصفات النفسية، وهناك صفات وهناك الصيغ المعبر بها عن هذه الصفات النفسية. فتلك سموها بالصفة النفسية، أي الذاتية المتعلقة بذات الله تبارك وتعالى. وهناك صفة أو الصيغ المعبرة عن تلك الصفة، وهي المقصودة باللفظ، هي المقصودة باللفظ. طيب، بالنسبة للتعريف الأول كيف عبروا عنه؟ نعم، ذكرنا تعريفا للصفة النفسية أو للكلام النفسي. ما هو هذا التعريف؟ صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى لا تتجدد بأحدها. تمام، لا تتجدد بأحدها، فهي وحدة لا تتجدد ولا تتجزأ. أما إذا أردنا أن نعرف الكلام بالتعريف الذي هو التعريف اللفظي، فما هو هذا التعريف؟ نعم، نعم، نزيد كلمة لفظين. تماما، نزيد كلمة لفظين ويكون التعريف هو هو، ويكون التعريف هو هو. طيب، ما هو الجانب منهما الذي هو محط مبحث الأصوليين؟ ما هو؟ نعم، ولماذا كان هذا هو محط بحثهم وكلامهم؟ لماذا؟ نعم، نعم، تماما، لأن الكلام النفسي غيب لا يعلمه إلا الله، فلا علاقة له بالمباحث اللفظية. والأصوليون إنما مباحثهم تتعلق تماما. طيب، إذن هذا هو المبحث الأول الذي سبق لنا. المبحث الثاني الذي سبق لنا في الدرس الماضي ما هو؟ نعم، هل يشترط في الأمر العلو والاستعلاء؟ نعم، هل يشترط في الأمر العلو والاستعلاء أم لا يشترطان، أو يشترط الاستعلاء دون العلو أو؟ نعم، تماما، هذه أقوال أربعة، أقوال أربعة. القول الأول الذي صدر به المؤلف، ونعم، أنهما لا يشترطان معا، أنهما لا يشترطان معا، أنهما لا يشترطان معا. ما الدليل على هذا القول؟ ما الدليل على هذا القول؟ نعم، تفضل. منها إيه؟ نعم، نعم، ويمكن إجماله. نعم، تماما، نعم، تماما. الدليل على ذلك هو أن من اشترط هذا هو المطالب بالدليل، وذلك لأنه ورد
الأمر هكذا مطلقا في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب، ورد مطلقا، نحن متمسكون بالإطلاق حتى يريد. أيوة تماما، هذا دليل من قال بأنه لا يشترط في الأمر لا علو ولا استعلاء. الشرط القول الثاني من هذه الأقوال الأربعة نعم يشترط فيه الاستعلاء. من الذي اشترى هذا الشرط؟ نعم زيد و زيد نعم، هؤلاء اشترطوا في الأمر الاستعلاء. ما دليلهم على ذلك؟ ما دليلهم على ذلك؟ نعم يمكن نعم نعم تماما، هذا أحد أدلتهم. وجه الدلالة هنا، وجه الدلالة إيه؟ إيه؟ وحديث بارين أنه ما قال أتأمرني يا رسول الله إيه؟ لا وجه الدلالة من الآية الكريمة واضح إيه؟ ولا فيه إشكال؟ نعم نعم تماما إيه؟ إيه نعم، إحنا الآن الذي اشترط الاستعلاء ما دليله؟ قلنا دليله حديث بريرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرها أمرا لطيفا رقيقا، ففهمت من خلال ذلك أنه أيوة نعم تماما. وهناك أدلة أخرى لهؤلاء. ثم القول الثالث من هذه الأقوال نعم نعم، هم اشترطوا ماذا؟ العلو نعم. والقول الرابع يشترطان معا، وهذا القول الذي وهنه إيش؟ نعم تماما، يعني اشترطه واشترطه كذلك، ولكن المؤلف أشار إلى ماذا؟ إلى توهينه وتضعيفه. في الحقيقة القولان السابقان كما سبق أن ذكرنا، وهما قول من لا يشترط واحد منهما وقول من يشترط الاستعلاء، يكادان يكونان في مستوى واحد. نعم، المبحث الثالث من هذه المباحث، المبحث الثالث من هذه المباحث عندنا فيه جواب. نعم ايه. نعم، كم من قول فيها؟ كم من قول؟ نعم، حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله ذكر كم؟ أربعة أقوال. القول الأول أنها للوجوب، أنها للوجوب، وهو قول من؟ قول الجمهور. أدلتهم كثيرة ومتعددة، نريد بعضا من تلك الأدلة التي استدلوا بها، منها نعم نعم ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي. وجه الدلالة واضح، ما هو وجه الدلالة؟ أين فرتب على عدم العقوبة، فدل ذلك على والعقوبة التي رتب الله على عدم الامتثال كانت متعددة، منها ومنها أي اللعنة طرد من رحمة الله ومن المعاتبة إلى آخره. نعم، هذه هناك أدلة كثيرة للجمهور التي دلت على أن الأمر عند التجرد يفيد ماذا؟ الوجوب. القول الثاني من هذه الأقوال نعم، وقيل للندب لأنه المتيقن، لأنه المتيقن. كيف المتيقن؟ الذين قالوا من هذا القول قالوا بأننا إذا قلنا الوجوب فإنه يتعارض من هذا القول مع البراءة الأصلية. أيوة تماما، فالذي تعارض لنا أصلا فإننا نرجع. أيوة الندب، لأن الأمر دل على الطلب، يعني الطلب فيه مرتبتان، مرتبة الحتمية ومرتبة أيوة، وقد عارض الحتمية ماذا؟ عارضه الأصل، فنحمله إذن على أقل ما يدل عليه الطلب، فنكون حينئذ جمعنا بين الدليلين، جمعنا بين الدليلين. القول الثالث من الأقوال نعم نعم، النهر القدري المشترك بين الوجوب والندب، ما دليل هذا القول؟ شو دليله؟ نعم
نعم ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فحملناه على القدر المشترك. نعم تماما، لأنه إذا وجدت القرينة التي تدل على الوجوب فلا إشكال، وجدت القرينة التي تدل على الندب فلا إشكال، لكن نحن مع الأمر المطلق فيحمل إذن على مطلق على هذا القول. القول الرابع من الأقوال، نعم، نعم، وهذا القول هذا أوهن الأقوال ولا ينبغي في الحقيقة أن يلتفت إليه، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمر الله تمام بتمام، كما قرر الله ذلك في القرآن الكريم في غير ما آية. نعم، هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع من تلك المباحث التي سبقت لنا، المبحث الرابع تماما، إذن هذا المبحث الرابع، هل دلالة الوجوب على التسليم بأنه يدل على الوجوب، هل تفهم من الشرع أم تفهم من العرف أم تفهم الأقوال؟ إذن ثلاثة. القول الأول أنها تفهم من الشرع، الدليل دليل على ذلك، دليل على ذلك أن الله سبحانه هو الذي رتب على إقامة الثواب على الأوامر فكل ما أن دلالته من الشرع تماما. القول الثاني، نعم نعم، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ نعم، إن الأمر مجرد عن القضاء يتعين بالوجوب، ولو صير إلى الندب فإنه يكون معنى إفعال إن شئت، وهذه الزيادة غير منصوص عليها تماما. إذا هذا أحد الأدلة. نعم، القول الثالث، القول الثالث، نعم، الأقوال، نعم، أنه مستفاد من اللغة، نعم، نعم تمام. نعم، هل يترتب على هذا الخلاف نتيجة وثمرة؟ نعم، لا، قد يترتب، قد يترتب مثلا، يترتب مثلا الأوامر التي وردت في اللغة قبل ورود الشرع، هل تحمل على الوجوب أم تحمل؟ أيوة، قبل ورود الشرع ولا لا؟ نعم، لكنه ليس فيه فائدة، أي ليس فيه فائدة بالنسبة، أيوة تماما، إنما هي هذا لابد من الالتفات إليه. إذا المبحث السادس، الخامس، المبحث الخامس، المبحث الخامس، قل، نعم، هل الأمر مطلق يحمل على الفوري مطلق على تراخي؟ فيه كم من قول؟ ثلاثة أو أكثر، نعم، إذن هي الأقوال في الحقيقة أربعة. القول الأول من هذه الأقوال أنه يدل على الفور، نعم، أنه الأحوط تماما، ومن الأدلة على ذلك أيضا، نعم تماما، كذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الثاني من الأقوال التي قيلت، إيش الثاني من الأقوال التي قيلت؟ نعم نعم، هو للتأخير. ما دليل من قال هو للتأخير؟ شو دليله؟ شو دليل من قال للتأخير؟ أي وجدت متراخية ووجدت على الفوري، وجدت متراخية، وجدت دالة على التراخي، وجدت دالة، نعم، والأصل إيش هو؟ نعم نعم، احنا قلنا هذا، ما هو القول الثاني اللي قلنا؟ ايوه، اذن دليلهم هو قول ابليس تماما. القول الثالث من هذه الاقوال، القول الثالث، نعم، وانما هو للقدر المشترك بين نعم بين التراخ، هذا المبحث، ماذا قلنا؟ المبحث الخامس، بقي شيء من ذلك، ما الذي بقي إذن؟ إذا توقفنا هنا، نعم، أي نعم، الإتيان بالبدل، نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وقيل للثوري أو العزم وإن نقل بتبع الفوق وقد زكي، نعم تماما. إذن هذا القول هو إذا قيل
إنه ليس للعزم، هل يجب على المخاطب أن يأتي ببدله؟ وما البدل؟ البدل هو العزم. العزم على ماذا؟ العزم على الفعل إن لم يأتي به، على القول بأنه ليش للفور. هناك القول المفصل قال إن لم يأتي به على سبيل الفور فلا بد أن يأتي ببدله. ما بدله إذن؟ هو العزم على الفعل، وذلك لأن العزم يسميه الشرع فعلا. العزم يسميه الشرع فعلا، مش شاهد على ذلك، الله مش شاهد على أنه يسميه الشرع فعلا، هو عزم، عزم فقط. من هم بحسنة فلم يعملها. أيوة. وكذلك زيد نصوص متعددة التي دلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وكذلك نعم هذا كثير، الهم الذي هو العزم، إن عندنا كل الحركات الداخلية في الإنسان لا بد أن تمر على الأول منها الهاجس، والثاني إيش؟ الخاطر. الهاجس والخاطر زيد، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم. المؤاخذ به من هذه المراحل هو العزم، أما الهاجس فلا مؤاخذة فيه، حديث النفس لا مؤاخذة فيها، إن الله تجاوز أمتي ما حدثت به ما لم تعمل أو تتكلم. وكذلك الخاطر فإنه داخل كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بنفسه. إذن ما الذي يؤاخذ به؟ العزم. إذا وصلت الحركة الداخلية في الإنسان إلى درجة العزم فهنا يدخل في دائرة التكليف تماما. ولذلك كان العزم قائما مقام الفوري تماما على هذا القول. نعم يقول وهل لمرة أو إطلاق الجلاء أو التكرر اختلاف مقاله. نحن الآن دخلنا في هذا المبحث الذي قد يكون مبحثا سابعا مثلا، وهو هل الأمر المطلق يحمل على المرة أو على التكرار أو يكون على القدر المشترك بينهما؟ لأن الأمر إذا كان متجردا عن المرة ومتجردا عن التكرار هو الذي فيه هذه الأقوال، لأنه إذا اقترن بالمرة فهو محمول على المرة، إذا اقترن بالتكرار فهو محمول على التكرار، لكن إذا ورد مجردا عن قرينة المرة وعن قرينة التكرار فهل يحمل على المرة أم يحمل على التكرار أم على القدر المشترك بينهما؟ أو إن تعلق بشرط أو تعلق بصفة يحمل على التكرار وإن لم يتعلق لا يحمل على التكرار. فالأقوال إذن أربعة. القول الأول الذي صدر به المؤلف والذي رجحه هو أنه يحمل على المرة، وهو قول المالكية وقول الأحناف أو جمهرة الأحناف وطائفة من علماء الشافعية، قالوا إن الأمر المجرد يحمل على المرة. دليلهم في ذلك أن المرة ضرورة لا يمكن أن يتحقق امتثال الأمر إلا بفعله مرة على الأقل، وإلا لا يكون المخاطب ممتثل لذلك. قالوا المرة ضرورة للامتثال، فما لم تتحقق المرة لا يتحقق الامتثال، وهذا الدليل كاف على قوة هذا القول. هذا الدليل كاف على قوة هذا القول
عند أهله بطبيعة الحال. هذا القول الأول. القول الثاني أشار إليه بقوله أو إطلاق. القول الثاني أنه للقدر المشترك بينهما. ما دليل هذا القول؟ أننا وجدناه مرة في نصوص الشرع يدل على المرة، ومرة يدل على التكرار. ففي الحج يدل على المرة، وفي الصلوات الخمس يدل على التكرار، وفي الصيام يدل على التكرار. فلما وجدناه مرة يدل على التكرار ومرة يدل على المرة، حملناه على القدر المشترك بينهما. هذا حجة، هذه حجة هذا القول. القول الثالث أنه يدل على التكرار. وحجة هذا القول أيضا أنه الأغلب في ماذا؟ في الأوامر الشرعية أنها على التكرار. ثم كذلك إذا لم نقل بالتكرار فإنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى إلغاء النسخ، لأنه إذا فعله مرة فلا يقبل أن يرد عليه النسخ، لأنه قد فعله مرة وانتهى أمره. إذا لم نقل بأنه يدل على التكرار فإنه يتنافى مع ماذا؟ أيوة تماما، بعد فعله. والذي يظهر أن الذين قالوا بأنه القدر المشترك قولهم أيضا قوي، فيمكن مثلا أن نقول بأن القولين هنا، القول الذي يدل الذي يقول بأنه يدل على المرة، والقول الذي يقول بأنه يدل على قويان يكادان يكونان متساويين. ومن أدلة القول الذي يدل على أنه، أي أن الأمر للقدر المشترك، ما ثبت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فرض الله الحج على هذه الأمة قام يخطب في أصحابه ويقول: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. ثم قال: أفي كل عام؟ فسكت. فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما استطعتموها. فهذا دليل قوي لمن يقول بأنه للقدر المشترك، وذلك لأن الأقرع بن حابس الآن سامع الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفصاح العربي، فلم يفهم منه الدلالة على المرة، ولا فهم منه الدلالة على التكرار، وإنما فهم منه القدر المشترك بينهما. وهذا رجل من أفصح العرب ومن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أقره على ما فهم، فقال: لو قلتها لوجبت. إذا القولان الأولان هما أقوى الأقوال، نعم، في هذه المسألة. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى القول الآخر المفصل، وهذا القول كذلك المفصل هو قول قوي ولا إشكال فيه، لأن القولين السابقين اللذين قلنا بقوتهما، هذا فيما يتعلق بالأمر المطلق، بالأمر المطلق. أما الأمر المقيد بالصفة أو المقيد بالشرط وهو القول الرابع، فهو في الحقيقة هو قول، هناك من قال بأنه يكاد يكون مسلما، ولكن مع ذلك فيه الخلاف. وهناك من فصل فيه قال: إن دل الشرط أو الصفة على العلة فهو محل اتفاق، وإن لم يدل على العلة فهو محل خلاف.
ومع ذلك فالخلاف فيه موجود، وقد أشار إلى المؤلف هنا بقوله أو التفرغ إلى مع اللقاء بشكل أو بصفة. نعم، هذا هو القول الرابع المفصل الذي فيه بأن الأمر إذا علق بشرط أو علق بصفة فإنه يحمل على ماذا؟ على التكرار. وإذا لم يعلق على شرط ولا على صفة فإنه يحمل على المرات. وقد وردت أوامر في الكتاب وفي السنة معلقة على الشرط أو على الصفة، فمن ذلك بالنسبة للشرط قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا لا خلاف فيه بأن الإنسان إذا كان جنبا يجب عليه أن يتطهر. نعم، وكذلك بالنسبة للصفة فهناك الأوامر التي تعلقت بالصفة فدلت على الوجوب كقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وقول الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، سارق والسارقة فقطعوا أيديهما. بالنسبة للمالكية يقولون إن السارق إذا سارق وأقيم عليه الحد ثم سارق مرة أخرى يجب عليه أن يقام عليه الحد، ولكن إذا تكررت السرقة بدون إقامة الحد فإنه لا يقام عليه إلا حد واحد. مثل لو سرق ثم سرق ثم سرق ولم يقم عليه الحد فإنه لا يقام عليه إلا حد واحد. ولكن غيرهم يقول بأن كل سرقة لا بد فيها لا بد فيها من قطعين كالحنفي مثلا، وهكذا الزنا أيضا. وهذه مسألة ربما تأتي في موضعها، وهو إذا تعدد السبب هل يتعدد معه؟ أيوة، أم لا يتعدد؟ في حقيقة إذا اتحد السبب والموجب واحد فإنه يكتفى بموجب واحد، هذا تقرر في القواعد الفقهية، إذا تعدد السبب والموجب واحد فيكتفى بموجب واحد. سمعت كثير من المؤذنين يؤذنون، فالأسباب هنا تعددت والموجب الذي هو إجابة المؤذن أيوة تماما. وهكذا ولغ الكلب مرات متعددة في ماذا؟ في ذلك الغناء، في ذلك الإناء، فيكفي فيه ماذا؟ غسلة واحدة، يكفي فيه غسلة، نعم يعني سبعون يكفي فيه سبعون مرة. نعم تماما، لا تكرر يعني مع كل 7 مرات إلى آخره. نعم، إذن هذا معنى قوله أو التكرر إذا ما علق تحقق. قلت فيما سبق هناك من قال بتفصيل آخر هو إذا تضمن الشرط العلة أو تضمنت الصفة العلة فهذا محل اتفاق، وإذا لم تتضمن يتضمن الشرط العلة أو صفة العلة فهذا محل خلاف، والحق أن الخلاف موجود في كليهما، لكن إذا وجدت العلة فهنا يقوى هذا القول قوة أخرى. نعم، قال والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الذي جاء لأنه في زمن معين يجري ما عليه منة بني. نعم، وخالف الرازي ياك. نعم، زيد كمل. أين هذا مبحث واحد؟ المراد بهذا المبحث هو أن الأمر إذا ورد في الشرع وكان موقتا ولم يفعل في وقته المحدد له شرعا فهل يجب القضاء بهذا الأمر نفسه؟ أم القضاء لذلك الأمر إنما يكون بأمر جديد؟ إذن الأمر المكلف به إذا كان موقتا بوقت معلوم محدد ولم يفعل في وقته فهل قضاء ذلك يكون بنفس
الأمر الأولي أم لا يكون إلا بأمر جديد. الجمهور على أنه لا يكون إلا بأمر جديد. دليلهم في ذلك هو أن الأمر الذي وقت بوقت معين إنما آمر به الشرع لمصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت. فإذا ذهبت إذا ذهب ذلك الوقت ذهبت تلك المصلحة ذهبت تلك المصلحة وذلك النفع وذلك السر الذي من أجله كان الأمر. فإذا عندما نريد أن نخاطب المكلف بقضاء ذلك الأمر فنحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر آخر جديد ليحمل سرا من بدل من ذلك السر الذي ذهب مع ذلك الوقت، وليحمل كذلك نفعا ويحمل كذلك مصلحة ويحمل كذلك سرا كما ذكرت، بدل من ماذا؟ بدلا من ذلك الوقت الذي ذهب معه تلك المصلحة وذهبت معه تلك المنفعة. وفي الحقيقة هذا القول الذي عليه جمهور العلماء هو القول القوي في هذه المسألة، لأن كل أمر موقت بوقت معين فإنه مشتمل على نفع ومصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت. فإذا لم يفعل هذا الأمر في وقته ذهبت تلك المصلحة، فلا تتأتى تلك المصلحة إلا في وقت آخر بدلا من ذلك الوقت الذي مضى، ولا يمكن أن يكون هذا الوقت إلا بماذا؟ إلا بأمر جديد. لا يمكن أن يكون هذا الوقت الذي يشتمل على مصلحة إلا بماذا؟ إلا بأمر جديد يحمل هذا الأمر الجديد للمكلف ماذا؟ يحمل له مصلحة ومنفعة جديدة. أما في مسألة النسيان والنوم مثلا في مسألة الصلاة فأمرها واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة ونسيها فليصليها، فالأمر هنا واضح، أمر جديد فليصليها إذا ذكرها. وهذه الصلاة المتروكة التي تركها هذا الإنسان المكلف إما أن يتركها عمدا وإما أن يتركها، فإن تركها سهوا أو نوما فالأمر الجديد هنا موجود، لكن إن تركها عمدا بالقياس. إن تركها عمدا الآن بالنسبة للحنابلة يقولون لا قضاء عليه لأنه كافر عندهم، وإذا كان كافرا ورجع إلى الإسلام فلا قضاء عليه، قل الذين كفروا إن تغفر لهم ما قد سلف. لكن بالنسبة للجمهور مالكية والحنفية والشافعية الذين يقولون ليس ما هو الأمر الجديد عندهم؟ القياس. والقياس أنا أحروي أولوياك، لأنه إذا كان النائم والناس مطالبان بماذا؟ فمن باب أولى وأحرى تماما. هو كذلك. ومن أصرح الأدلة على أن القضاء إنما يكون بأمر جديدين ما ثبت كذلك في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر. هذا صريح بأن القضاء إنما هو بأمر
جديد. وخالف في ذلك الرازي من أئمة الشافعية وأبو إسحاق الشيرازي، وقالوا بأن القضاء هو بنفس الأمر، لأن أخذوا بقاعدة. شكون القاعدة؟ قاعدة هي أن الأمر المركب أمر بأجزائه، شيء بماذا؟ بأجزائه. مثلا الصلاة والصيام كذلك مركب أم ليس مركب؟ مركب، مركباش من الفعل والوقت، من الفعل والوقت. فات أحد أجزائه فبقي الجزء الآخر، إذن الذمة شغلت بماذا؟ بجزئيه، بجزء الوقت وجزء الفعل. طيب الآن ما الذي فات؟ فبقيت الذمة مشغولة؟ إذن كل فعل، كل أمر عندهم زيد مركب من من أجزاء، فهو أمر بتلك الأجزاء كلها. فإذا فعلت بعض الأجزاء وبقيت بعض الأجزاء الأخرى، بقيت الذمة مشغولة بذلك الأمر إلى أن تأتي به. وهذه مسألة عقلية فقط، وهي مصادمة للنصوص، مصادمة للنصوص. إحنا الآن كيف نواجه هذه النصوص؟ فليصليها إذا ذكرها، كنا نؤمر بكذا إلى آخره. هذه مسألة اجتهادية، خليها في إطار الاجتهاد، والاجتهاد مع النص تماما. وخالف الرازي إذ المركب حكمه ينسحب، أي ينسحب على الأجزاء كلها. فإذا فعلت بعض الأجزاء وبقيت الأجزاء الأخرى، فإن الذمة تبقى مشغولة إلى أن تأتي بذلك الجزء الذي لم تفعله. نعم. قال وليس من أمر بالأمر أمر بتاركين إلا كما في ابن عمر. هذا مبحث آخر من باحث الأمر الذي يتعلق بالأمر بماذا؟ الأمر بالأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء، هل ذلك المأمور الثالث يكون مأمورا به أم لا؟ أي إذا أمر الآمر شخصا بأن يأمر شخصا آخر، هل ذلك الشخص المأمور الثالث يكون مأمورا بنفس الأمر الذي أمر به الآمر الأول أم لا؟ قيل لا يكون مأمورا بذلك، لا يكون مأمورا بذلك إلا بنص أو قرينة، إلا بنص أو قرينة. فإذا لم يكن هذا الأمر مقيدا بنص أو قرينة أو قرينة، فليس أمرا لذلك الثالث. وهذا هو قول الجمهور، وهذا هو القول القوي الراجح. فإنه لو قيل لك مثلا أزجر دابتك، فهل أنت الذي تكون آمر الدابة بالزجر؟ لا، ما من علاقة عندك بالدابة؟ أزجر دابتك مثلا، أي أو نعم أي نعم أحسنت، قل لأمرك لابنك أزجر دابتك مثلا، لا يكون، لا تكون الدابة هنا مأمورة بياش بأمريكا أنت. وهكذا فالشخص الثالث لا يكون مأمور بالأمر الأول الذي أمر به الشخص الأول إلا إذا اقترن بقرينة، أي اقترن بدليل، إما أن يكون ذلك الدليل نصا، وإما أن يكون قرينة. وهناك من قال هو أمر للثالث، هو أمر للثالث. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديثا قد يستدل به من يقول بأن الثالث هو مأمور بالأمر الأول، ولكن هذا الحديث لا يسعف في الدليل، لا يسعف في الدليل،
بل هو في مجال آخر، حيث قال رحمه الله هنا إلا كما في ابن عمر. استثنى هذه الحالة، وهذه الحالة في الحقيقة لا تدخل معنا، لأننا قلنا بأنه إذا كان الأمر مقترنا بماذا؟ بالنص أو مقترن بالقرينة، فإنه في الحق يكون مأمورا، ولكن ماشي مأمور بنفس الصيغة، إنما هو مأمور بماذا؟ بالنص. بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر، حين جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن ابني طلق زوجته، يعني طلق وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره هنا كاين النص شكون هو؟ فليراجعها. هذا فليراجع شكون هو؟ صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ عبد الله بن عمر. وفي رواية أخرى فأمره، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن، هذا مقرون بماذا؟ هذا مقرون بالدليل، هذا مقرون بماذا؟ بالدليل، بالنص. وكذلك إذا كانت هناك قرينة على أنه مأمور فإنه يعمل بها. نعم. قال فقوله إلا في، أي نعم، هذا في الحقيقة هذا لا يدخل معنا في هذه القاعدة، لأننا استثنينا هذه الحالة. نعم. قال بعد ذلك أشار بهذا إلى أن الأمر للصبيان هذا ثابت بنص آخر، ولذلك لا يحتج به هنا في هذه القضية، وهو أن الصبيان الذي هو الطرف الثالث هو مأمور بالأمر الأول الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع سنين مثلا، أي الأوامر التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولياء بأن يأمروا بها صبيانهم لا تدخل معنا، لأن هذا التكليف الذي هو تكليف الصبي عند المالكية بغير الواجب وبغير المحرم، وهو التكليف بماذا؟ بالمندوب وبالمكروه، كما سبق لنا في باب التكليف في قوله رحمه الله تعالى قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. هذا التكليف الذي يتعلق بالصبي بالنسبة للمندوب وبالنسبة للمكروه ليس داخلا في هذه المسألة التي نحن بصددها، أي لا يقال إنهم مكلفون بمقتضى هذه القاعدة، وهو أن الأمر بالشيء أمر لي نعم، وإنما هو ثابت بماذا؟ بنص آخر وبحديث آخر، وهو حديث الخثعمية، والذي مفاده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في طريقه إلى الحج فإنه قد التقى بوفد من بني خثعم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم من الوفد؟ قال نحن مسلمون. فرفعت امرأة صبيها وهي تحتضنه بماذا؟ بذراعها، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك. إذن هذا تكليف الآن بهذه المسألة المندوبية، بهذا المندوب هذا هو بماذا ثبت؟ هذا الحديث بالنصي، فلا يدخل معنا إذن في القاعدة، لا يدخل معنا في القاعدة. وهذا معنى قولي هنا في هذا البيت أي ندبه نسيبا، هذا تكليف الصبيان بالمندوب ليس مأخوذا من هذه القاعدة، وإنما هو مأخوذ من ماذا؟ من حديث الخثعمية. وربما وهم طائفة من الناس الشيخ عبد الله رحمة الله تعالى عليه بالنسبة لهذه المرأة التي سماها بماذا؟ بالخثعمية. قالوا إن هذه المرأة ليست الخثعمية، وإنما هي امرأة أخرى، وإنما هي امرأة أخرى، وهي في الحقيقة قصة، هذه القصة التي ذكرنا، وكان ذلك القصة الأخرى، نعم تماما.
ومسألة الخثعمية الذي وهموه فيها وقالوا هذه ليست خثعمية، هذه ليست خثعمية، لم يقولها من عند نفسه رحمه الله، وإنما اتبع فيها إمامين، اتبع فيها القرافي، هكذا ذكر القرافي بأن هذه المرأة هي خثعمية، والقرافي اتبع فيها الشيخ بن أبي زيد القيرواني في مختصره على المدونة، لأن الشيخ بن أبي زيد اختصر المدونة، اختصر المدونة كما اختصرها كذلك من هو؟ أيوة، ومختصر البرادعي هو الذي الذي اشتهر صار به الناس، مع أن الشيخ ابن أبي زيد هو أعلم منه، ولكن الله تعالى يعطي القبول لمن شاء سبحانه وتعالى. على كل حال المقصود عندنا هو أن قول الشيخ عبد الله رحمة الله عليه خثعمية توهيمه ليس بالسداد، لأنه إنما هو ناقل، وناقل عن أئمة كبار، فيبقى الأمر على ما هو عليه، أو أن وشدي خثعمية ولا مش خثعمية، يبقى الأمر يحتاج إلى تحرير. ثم قال رحمه الله: تعليق أمرنا بالاختيار وزهوره باستظهار. أشار رحمه الله هنا إلى مبحث آخر، وهو هل يجوز تعليق الأمر بالاختيار أم لا. يقول الشيخ رحمه الله بأنه استظهره المحلي الذي شرح، وهذا لا نحتاج إليه، احنا أمام النص، أمامنا إيش؟ النص. ما هو النص؟ النص الذي خرجه البخاري رحمه الله، أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم صلوا قبل المغرب، وفي الثالث قال: من شاء خشيت أن تأخذ الناس سنة. لا نحتاج الآن إلى من؟ إلى المحلي ولا إلى استظهاره، إنما نحتاج إلى استظهاره عندما لا يكون النص، عندما يكون إيش؟ النص طالع الشمس طالعة فأطفئوا، إحنا نمشيو القنيد لا لا ما كانش الشمس طالعة، ناخذ واحد القنيد ياك طالع الصباح فأطفئوا القنديلة، لا نحتاج الآن إلى المحلي لأن الشمس طالعة. فلذلك نقول إن تعليق الأمر بالاختيار وارد في هذا الحديث الصحيح الذي وفي أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى الذي هو البخاري، لهذا في الحقيقة الآن الخلاف فيها غير محمود لوجود النص، الخلاف فيها غير محمود لوجود النص. من خالف في ذلك خالف باجتهاد عقلي، ماذا قال؟ قال إن تعليق الأمر بالمشيئة يؤدي إلى ماذا؟ إلى التعارض، تعارض بين الأمر وبين المشيئة، لأن الأمر أشي يقتضي أيوة، والمشيئة تقتضي ولكن هذا في الحقيقة كما ذكرنا حين يكون النص واضحا صريحا لا يحتاج الأمر في ذلك لا إلى تعقلين ولا إلى اجتهاد في المسألة، لأن الصرح لمن شاء لمن شاء، فيجوز تعليق الأمر على ماذا؟ على المشيئة. وهذا النص الكريم فيه شاهدان، النص النبوي الكريم فيه شاهدان، الشاهد الأول جواز تعليق الأمر على ماذا؟ على المشيئة، على المشيئة والاختيار، جواز تعليق الأمر على الاختيار. والشاهد الثاني ما هو؟ لا يلا من شكون اللي غادي يخرج لنا هذا؟ يلا نعم لا هو فيه شاهد على ان الامر يدل على الوجوب، ياك ايوه ان شاء الله. اذا فيه شاهدان، الشاهد الاول جواز تعليق الامر
والشاهد الثاني دلالة الأمر على الوجوب تماما. إذن النص صريح في جواز تعليق الأمر على الاختيار، ودائما حين يكون الدليل واقعا فهو أكبر دليل على المسألة، حين يكون النص واضحا وحين يكون الدليل موجودا هذا واقع الآن صافي، حين يكون الأمر واقعا فأكبر دليل على الجواز هو الوقوع. شو أكبر دليل على الجواز؟ شكون أكبر دليل على الجواز؟ هو الوقوع. أكبر دليل على الجواز هو الوقوع، لأنه ما يبعد العين من أين، ما يبعد العين من أين، إنما تسأل إذا لم ترى، ما ليش حاجة تسأل، أنت ترى الآن هذا الحديث قدامك ثم تسأل؟ لا. إذن هذا المبحث الذي يتعلق بماذا؟ ب نعم تماما. ثم قال رحمه الله أي صحيح ثبته بالنص للبخاري، أحسن جزاك الله خيرا ذكرت أنا بهذا، نعم ثبته بالنص للبخاري صحيح. نعم قال وأمير ونقضه يعم هل دخل قصد عن القصد اعتذر، هذا مبحث آخر يتعلق بالصيغة التي خاطب بها الآمر وكانت على صيغة العموم، هل يدخل فيها أم لا؟ إذا خاطب الآمر بصيغة تحتمل أن يكون داخل فيها لأنها من صيغ العموم، هل يكون داخلا أم لا يكون داخلا؟ نعم هذه فيها خلاف، قيل يكون داخلا وقيل لا يكون داخلا، من قال بأنه يكون داخلا تمسك بصيغة العموم فهو مشمول بصيغة العموم، ومن قال بأنه لا يكون داخلا هو اعتمد على القرينة لأنه يستبعد أن يكون الإنسان آمرا لنفسه بنفسه، ولا لا هذا يستبعد. نعم نعم، فلذلك المسألة فيها خلاف، ما لم تكن هناك قرينة تدل على أنه غير داخل، إذن في الأصل أن يكون داخلا إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على أنه غير داخل. فإذا قال الشخص، قال الشخص مثلا لابنه أو قال مثلا لعبده أو لخادمه من دخل البيت فأكرمه، من دخل البيت فأكرمه، هل يكون داخلا؟ بمقتضى لا، بمقتضى الصيغة يكون داخلا، ولكن مقتضى القرينة. لكن لو قال له من دخل هذا البيت فتصدق عليه، هل يكون داخلا؟ لماذا؟ لأن الإنسان لا يتصدق على نفسه بنفسه، لأنه هو مالك الآن لذلك، لأن هذا من باب تحصيل الحاصل، هنا وجد القرينة، ما هي القرينة؟ أيوة تماما، إذا هذا وجد فيه القرينة هذا لا يدخل، لكن إذا لم تكن هناك قرينة فإنه يحتمل أن يكون داخل ويحتمل أن يكون غير داخل، وهذا معنى قوله وآمر ورفضه يعم هل نعم في نسخة وآمرون بلفظة، وآمرون بلفظة أي نعم، إذن هناك نسخة فيها هذا الذي ذكرت وآمرون بلفظه، وهناك نسخة فيها وآمرون بلفظة، نعم كلاهما كل نسختين صحيحتان. نعم قال هنا أشار إلى مبحث آخر من مباحث هذا الأمر، وهو هل تجوز النيابة في الأمر، هل تجوز النيابة في الأمر؟ في هذا المبحث تفصيل، إن كانت النيابة فيه لا تحقق المقصود من الأمر فنعم، وإن كانت النيابة فيه لا تحقق الأمر من المقصود فإنه لا يجوز باتفاق،
إذن إن كانت النيابة في الأمر تحقق المقصود فالقول الصحيح أنه جائز، وإن كانت النيابة لا تحقق المقصود من الأمر فلا يجوز. مثال النيابة التي تحقق الحكمة من الأمر ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو تفريق الزكاة. إنسان أناب شخص في هل تتحقق النيابة أم لا تتحقق؟ تتحقق. شو سدوا خلت الفقراء، لكن هل يجوز أن ينوب شخص عن شخص في الصلاة؟ لا أبدا. لماذا؟ لأنه لا يمكن لشخص أن يحقق السر والحكمة في لأن المقصود بالصلاة ما هو؟ الخشوع والمناجاة. وهل إذا خشع هذا الشخص سيحقق لك أنت خشوعك؟ يمكنش، هو خشع على رسوله، ولكن أنت ما محلك، ليس لك محل. وهكذا إذ الأوامر التي تقبل النيابة هي التي تحقق معها والتي لا تقبل النيابة. لكن يستثنى هنا حالة وصورة، وهي ما إذا كان الشيء تابعا لغيره، أي يكون تكون نيابته بالتبع وليس بالأصالة، لأنه يغتفر بالتوابع ما لا يغتفر. مثال ذلك الحج، مثال ذلك إيش؟ الحج. فالحج مثلا عندما يطوف النائب عمن نبى عنه، هل يصلي ركعتين ولا لا؟ يصلي ركعتين الطواف، ونبى عنه في الصلاة هنا تابعت أيوة بالتبعي وليس ذاش بالأصالة، للقاعدة التي ذكرنا يغتفر بالتوابع الأصول. تماما، اكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله.